تنظم اليوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتنسيق مع شعبة اللغة العربية وآدابها حفلا تأبينيا للروح الطيبة والزكية للراحل الدكتور عباس الجراري، لما بدله هذا الرجل من عطاءات ولما قدمه من خدمات جليلة لهذا الوطن، وهو يعني اجتمعت فيه كل الصفات الحسنة. هو إنسان طيب، طيب المعشر، كان يقدر الطلبة ويقدر زملائه ويقدر أهل العلم، وهو رجل دولة أدى الوظائف المنوطة به بما يوازي كفايته ويضاهي جدارته، وهو عالم ملم بعلوم الأدب والدراسات الأدبية والإسلامية، وخاصة أن الفضل يعود إليه في اكتشاف القارة المجهولة التي تسمى بالأدب المغربي، فهو حفز الطلبة على الاهتمام بالأدب المغربي بمختلف قضاياه وأنواعه وأنماطه. ومن ميزة هذا الرجل قبل وفاته بشهور أنه كان وراء إدراج فن الملحول ضمن التراث اللامادي برعاية مع منظمة اليونسكو. ونحن نحتفي بروحه الطيبة، نحتفي بكل هذه الخدمات التي قدمها لهذا الوطن حبا له واعتزازا به وخدمة لقضاياه ولرموزه الوطنية وللثقافة والهوية المغربية. أنا يشرفني أن أشارك الأصدقاء المغارب في أمسية راحل دكتور عباس الجراري. أنا شخصيا تعرفت على دكتور عباس الجراري عن طريق الأستاذة كريمة يتربي، المديرة المغربية لمعهد كونفوشيوس بجامعة محمد الخامس برباط. أنا وأستاذ كريمة يتربي نحن قمنا بزيارة بيت الدكتور عباس جراري، حيث قمنا بتواصل معه بخصوص تنظيم حفل تقديم كتاب بين تنمية وثقافة الذي ألفه دكتور عباس جراري إلى اللغة الصينية. كان من المقرر أن يحتضنه معهد كونفوشيوس بجامعة محمد الخامس برباط في يوم 8 يناير 2024، ولكنه تم تأجيله بسبب إصابة دكتور عباس جراري بوعكة صحية مفاجئة، ولكن نحن سوف نقوم بتنظيمه في وقت قريب بتنسيق مع حرمه الأستاذة حميدة. أنا شخصيا أعتقد دكتور عباس جراري شخصية له حضور قوية ومميزة في المجالات المتنوعة، فكريا وأدبيا واجتماعية وإنسانية. كل من تحدث معه حتى لفترة قصيرة يدرك ما تنطوي عليه هذه الشخصية النادرة القوية من الثراء والإبداع والسعة والغناء والتجارب والخبرات. وكان عند لقاء مع دكتور عباس جراري كان يتحدث معي عن الثقافة الصينية والقيم المشتركة بين الثقافة الصينية والثقافة المغربية والعربية، وأيضا كان يحرص حرصا شديدا على سبل تعزيز الصداقة والتبادل والتعاون بين المغرب والصين. المرحوم سيد عباس الجراري رحمه الله تعالى وتقبل منه وكتبه في عباده الصالحين، هو من الأعلام المتميزة في المغرب، معروف بمسوعيته العلمية والأدبية واللغوية، فهو عالم يعني من علماء المغرب. تكوينه الأول كان تكوينا أصيلا وتكوينا متينا، تلقى فيها دروسه الأولى في العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية،
وتعمق في ذلك في مراحله الأخرى، فهو عالم متميز وقد ظهر علمه في كتاباته وفي مؤلفاته وفي دروسه وفي محاضراته وكذلك في المناصب الدينية التي تقلدها كالمجلس العلمي في الرباط، وكذلك يعني خطابته في يعني مسجد السكينة، وكذلك أيضا يعني في دروسه الحسنية الرمضانية وغير ذلك من المناصب يعني الأخرى، وكونه كان عضوا في أكاديمية المملكة وفي بعض المجامع العلمية المهمة جدا. فإذا الرجل كان عالما، وإلى جانب كونه عالما كان أديبا وكان شاعرا وكان يعني مؤرخا وكان ناقدا، فهو يضم كثيرا من المعارف والتخصصات والجوانب العلمية المتعددة والمتكاملة والمتناسقة، مما يجعلنا نحكم بأنه موسوعي ولا نبالغ في ذلك. وقد ترك فينا يعني تراثا عظيما وكتبا قيمة ومقالات يعني مهمة جدا يستفيد منها الأجيال يعني المتوالية. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يتقبل منه هذا الجهاد العلمي وأن يجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين. عاشرته أزيد من 45 سنة وكان مشرفا على أطروحتي وكان صديقا مميزا وكان محبا للناس، عالما متواضعا يحب الصغير والكبير ويفتح أبابه بيت أبابه للناس، كريما خلوقا لم يكن يفكر في أن يضر بأحد أو أن يسيء إلى أحد، محب الخير للجميع يعني حتى في معاملاته العلمية والأكاديمية كان سموحا، وكان غزير العلم والعطاء، وكان كذلك غيورا على اللغة العربية ويحبها، وكما أنتم تعلمون أنه كان من دعاة الدفاع عن الملحون، حتى أن هذا الملحون أصبح مسجلا في اليونسكو بفضل أعماله وبفضل مؤلفاته وتشجيعاته في هذا المجال.